أهلا بكم في فقرة الصحافة يمكن للسنوار ونصر الله أن يرتاح فرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يريد النصر الكامل ولكن ليس عليهما هذا ما كتبته صحيفة جراز بوست في مقال للرأي قالت فيها أن نتنياهو معني بخداع غانتس وليس السنوار ومهتم بالمناورة على جالنت بدلا من نصر الله فما يهم نتنياهو نفسه وبقائه في السلطة دون الأخذ بالاعتبار كل المستجدات الخطيرة التي تحدث في إسرائيل تقول الصحيفة أنه لأول مرة نجح أعداء إسرائيل في احتلال قواعد ومدن في الجنوب وأجبروا الحكومة الإسرائيلية على إخلاء مساحة كبيرة من الأراضي في الشمال أن الدمار الذي تعرضت له إسرائيل في فترة قصيرة من الزمن لم يسبق له مثيل تابعت الصحيفة أن ما يحدث يذكر بما حدث بعد غزو روسيا لأوكرانيا والاختلاف الوحيد هو أن إسرائيل ليست موسكو فموسكو تتعافى تدريجيا وبوتين يهدد خاركييف ولديه عمق استراتيجي وموارد لا نهاية لها بينما إسرائيل لن تتعافى لأن لديها نتنياهو وتضيف الصحيفة أن الخراب الذي أحدثه نتنياهو بإسرائيل في جميع المجالات غير مفهوم وغير مسبوق لقد قام بتفكيك النسيج الاجتماعي ووحده البلاد والاخوه الاسرائيليه. لقد دمر الاقتصاد كما انه لم يحرك ساكنا لوقف انهيار الاوساط الاكاديميه. وختمت الصحيفه ان نتنياهو هو المدرج الاول على راس هرم المسؤولين الذين الحقوا الكوارث باسرائيل. معنا من القدس الكاتب والباحث السياسي سيد شلومو جانور اهلا بك سيد شلومو معنا على سكاي نيوز عربيه اذا سيد شلومو مقال لجوزر بوست لاذع الانتقاد لنتنياهو هو لا يريد تدمير لا السنوار ولا نصر الله يريد تدمير اعدائه المحليين جانت يعني شخصيات مختلفه ما هو رايك في هذا الانتقاد اللاذع ولا هو صحيح حقيقه فيما يقوم فيه نتنياهو في هذا الدور. صباح الخير. كصحفي اقول بكل صراحه ده اعنف مقاله شنيعه وانتقاديه نشرت في الصحافه الاسرائيليه لا سيما ضد رئيس حكومه في سده الحكم. لا اذكر مثل هذه المقاله من حيث المدعومه بالحقائق مدعومه بالثوابت التاريخيه مدعومه بالاقاويل وبالمقارنه مع افعال رؤساء حكومين حكومات سابقون والنتيجه هي ان هذه هي لائحه اتهام بمعنى الكلمه والى الدرجه ان صاحب المقاله بين كاسبيت يقول ويصف نتنياهو بما قاله عنه رئيس الحكومه الاسبق اسحاق شمير بان نتنياهو ملاك الخراب اي بمعنى الكلمه هو شخصيه سلبيه بمعنى الكلمه ولا اعتقد بان احد رؤساء الحكومات الاسرائيليين السابقين لقب بمثل هذا اللقب السلبي. أب. سيد شلومو هو تحدث انه لاول مره تم احتلال بعض المواقع الاسرائيليه اجلاء عدد كبير من السكان من الشمال والجنوب مناطق اخرى ماذا يعني ذلك بالنسبه لوضع نتنياهو يعني هذا ليس فقط مقالا انتقاديا لاذعا لكنه يشكل حقائق مبنية على ما قد يفعله نتنياهو الآن ما موقف نتنياهو البعض يقول بأنه مدعوم من الإسرائيليين فيما يقوم به في قطاع غزة وفي مناطق أخرى هذا المقال يقول بأنه يعني منتقد بشكل كبير ودمر النسيج الاجتماعي الإسرائيلية وما أسمته الصحيفة الأخوة الإسرائيلية إلى أين نتجه مع هذا الحديث اعتقد بان استطلاعات الراي العام الاخيره الاسبوعيه والمستمره والتي تدير تشير بصوره مستمره الى تدني شعبيه نتنياهو والى فقدان ثقه الشعب الاسرائيلي بالمقارنه مع بيني جانس مثلا حيث اخر استطلاع يقول بان نتنياهو يحصل على 35% في حين ان بني جانس يتقدمه ب 10 10% اي 45% اعتقد بان هذه هي النتيجه الواضحه ايضا وضع الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه نتنياهو ايضا بوضع غير مريح حيث ايضا الاستطلاعات تشير الى ان الائتلاف الحكومي الحالي يجب ان يكون في مقاعد المعارضه ويتبدل مع مقاعد المعارضه الحاليه اي يجب التغيير الى اين تسير الامور اعتقد بان ايضا صاحب المقال يقول بان اسرائيل تواجه امرين همين في هذه الايام خاصه في هذه الايام وهو الامر الاول هو قانون التجنيد الالزامي في حين ان الجميع يطالبون بتعميم هذا القانون على المتدينين وعلى جميع الطبقات بدون استثناء نتنياهو يحاول الالتفاف على المجتمع الاسرائيلي بواسطه ارضاء اليمين وايضا المتدينين بصياغه وسن قانون يسمح لهم بالفلات او بالتسريح عن الخدمه الالزاميه الموضوع الثاني الذي يهم الجمهور الاسرائيلي في هذه الايام هو موضوع مصير الحرب او الى اين تتجه الامور واي قرار نعم. قد يجب اتخاذه في حين ان وزير الدفاع يدعو الى اتخاذ القرار السريع ولو بإشراك السلطه الفلسطينيه نتنياهو يقول لا 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 للفلسطينيين لا للسلطه الفلسطينيه بل لحكم عسكري مؤقت التركيز طيب. على كلمة مؤقت ولكن تجارب الماضي الإسرائيلية تقول بأن المؤقت يصبح مع مرور الزمن إلى أمر ثابت ولذلك يرفض أيضا المجتمع الإسرائيلي حسب استطلاعات الرأي العام إلى رفض مثل هذا الحكم العسكري واتخاذ القرار هذه هي صورة طيب. إجمالية لصورة الوضع لكن في المقال أيضا هناك تشبيه ما بين سيد نتنياهو والرئيس بوتين قال أن كلاهما ربما في وضع مشابه مع الفروقات الموجودة بالنسبة لروسيا وإسرائيل روسيا لديها عمق استراتيجي لديها موارد استطاعت أن تنجح في هذه الحرب الدائرة بينها وبين الغرب في أوكرانيا لكن اليوم نتنياهو هو لا يوجد يعني كثير من موارد لإسرائيل عدا طبعا الدعم الأمريكي موقفه يبدو يعني شديد الصعوبه لا يوجد عمق استراتيجي ما رايك في هذه المساله يعني تشبيه الصحيفه او المقارنه الصحفيه هنا بين بوتين ورئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو أعتقد أن صاحب المقال يلمح إلى أدنى قاسم مشترك يجمع بوتين ونتنياهو وهو انفرادهما بالسلطة وعدم إقدامهما على التنازل بوتين انتخب للمرة الخامسة ونتنياهو يرفض أيضا تبكير موعد الانتخابات لأنه يعرف النتيجة هذا من جهة الشخصية أو من جهة, من جهة القانونية من جهة المقارنة الزعيمان يواجهان حرب بوتين يواجه حرب مع كل ما تفضلت واشرت اليه من دعم طبيعي يمتلكه اي الثروات وحجم القوى البشريه في حين ان اسرائيل هاز تنقص هذه الموارد الطبيعيه وايضا الطاقات البشريه المطلوبه اي ان الوتر السلبي الذي يحاول صاحب المقاله الاشاره اليه هو بان اي تضحيه في بالجنود الاسرائيليين هي ليس لصالح المجتمع الاسرائيلي وان نتنياهو يخاطر بتضحيه الجنود الاسرائيليين ولذلك يجب بي. اتخاذ القرار المناسب وهنا في سياق المقاله يشير الى الدور الذي منوط بوزير الدفاع يو اف جلند والذي يصفه بانه المناره بي. مناره الشجاعه في المجتمع الاسرائيلي أي عليه اتخاذ القرار المناسب أي اتخاذ الصلاحيات واستعمال الصلاحيات المخولة له بنشر القوات الإسرائيلية من جديد واتخاذ القرارات المناسبة والمخاطرة بإقالة طيب. جلن وعندها ربما جالنت سوف لا يزرف مم. الدموع بل سوف سيكون محقا في هذه القرارات اعتقد بان شكرا هذه لك هي شلومو. محاوله ايضا لدك الإسفين بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء من القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو جانور شكرا لك